المغربي بهدف مقابل شيء امام ايران في الدقيقه 95 بنيران صديقه. بالطبع اسئله كثيره تطرح على المدرب ايرفي غونار على التغييرات. الزميل عبد العزيز اليوسف التقاه عند نهايه المباراه، نستمع ما هي تبريرات هذه الخساره. نشاهد مباراة صعبة على المنتخبين، إذا ما رأيك بصفة عامة في المباراة بصفة عامة؟ أظن بأنه بالتأكيد كانوا خطيرين جدا على الكرة الثابتة ونحن نعرف ذلك مسبقا، ارتكبنا خطأ واحدا فقط كلفنا غاليا وكان لدينا بعض الفرص ولم نسجل، وأعتقد بأنهم سجلوا هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة. هل أنت راض بمستوى لاعبيك؟ أظن بأننا قمنا بعمل جيد، هذا المنتخب بالتأكيد كنا نحاول أن نصنع به الفارق وخصمنا كان ينتظر في الدفاع، وهذا خطأنا لأننا ارتكبنا الخطأ من الجهة اليمنى وبعد ذلك لم نراقب اللاعبين وسجلنا في مرمانا. هذه كرة القدم. وبالنسبة للمباراة القادمة ما الذي يمكن تغييره؟ أولا سنذهب إلى غرفة تغيير الملابس وبعدها سنرى المباراة القادمة. شكرا. طبعا كنا نتمنى نسمع ماذا قال للاعبين أو ماذا قالوا له في غرفة تغيير الملابس. على أي حال كثير من الأشياء ممكن أن نعقب صحيح، يقول بأنه كان يعرف أن الكرة الثابتة خطيرة ورغم ذلك رزق. هذا خطأ في الحقيقة، خطأ مؤسف، لا يمكن أن نلوم أحدا على هذا الخطأ، هذا يحدث. الخطأ الأول هو أن ترتكب المخالفة عندما تعرف أنهم خطيرين بالتأكيد، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نلومه على أي لاعب، ولكن بالنسبة لبقية هذا يحصل. أنا أتفق، في أخطاء المدرب على مستوى التغيير وفي خطأ كذلك اللاعبين. اليوم اللاعب لما يتعامل بالسذاجة في عملية أن الكرة كانت ذاهبة إلى 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 التماس أو ذاهبة إلى إلى نعم. إلى خارج الملعب وتتعامل بهذا على التهور، فكده ده لا يتحمل المسؤولية. إحنا نتكلم على المدرب أين يتحمل المسؤولية عن مستوى التغييرات؟ نعم. كان المفروض أن يقوم بتغييرات ويتدخل مبكرا قليلا يمنح نعم. الفريق أكثر عمق وأكثر قوة على مستوى الهجوم، لكن الهدف الذي أتى منه الركلة الثابتة يتحمل مسؤوليتها اللاعب. اللاعب لابد أن يشعر وانه ليس هنالك خطوره للقيام بخطا، لابد ان يتحلى ببعض الذكاء. وانت كنت مدافع ايمن ولذلك هو كان قادر يضع الحكيم، وهذا دور المدرب كذلك في التغييرات، اخطا على مستوى التغييرات ولذلك يتحمل بعض المسؤوليه. كمان اشيد برينار في بعض الاحيان، رينار في 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 تصفيات كاس العالم في كاس افريقيا السابقه، كما اليوم انه نلوم عليه لوم لانه نريد ان نشاهد المغرب ينتصر وكان قادر على الانتصار في المباراه، ولكن وابتعد عن تشكيل مثالي. كان هناك اسماء كان مفترض ان يلعب باشرف ثم بمنديل ثم ربما بلعب كابو طيب. هو المشكل خالد، انا انسى ان حتى اصابه ضرار ربما